بالنسبه لهادي يعني الدجاجه شبعان برودوي يعني اللي بالي هي هادي هادي ما كاينش غناخذ بهادي طالق ناقصه شويه في الثمن ولا تجيب هذا ما تعرف مزيانه ما مزيانهش ولكن البيع ما كاينش يعني باغي رخا رخا كاين رخي يعني ويصاج دابا انت عارف هادي هادي ما صالحاش البيضه معروفه الجلفه ديالها الجلفه ديالها بلاتي لازمتي عليها اعطيني شي بيضه من هنا وريني شي بيضه من هنا وريني شي لا وريني شي بيضه من هنا حط على يد باش نفهم هادي هادي وانتم تجيبوا الحاجه ما صالحاش الماكله تبيعوها الناس شا سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي عطوني شي بيضه اخرى باش نفهم الميساج اما البيضه ما تطردش ياك وراك وسختيني انا اسمح لي انا هنا وسختيني واش عندك دير انا اسمح لي استاذ الله يحفظك درتينا بالبيض اسمح لي اخو عصام واو استاذ وانا راه على من انا راه على انا عمرتي انت تسوق على لا انت واش انت لا واش بعقلك لا وراك درت راه قلت لك سقع لي هذا هو سقع لي اسمح لي لا بالنسبه لهادي الشارفه يعني الجلفه ديالها رقيقه غير كتهز طوب تبغى تتهرس تحيدنا حنا توصل اسمح لي استاذ الطوب ديال البيض هو الحمراء الحمراء الطوب ديال البيض طلب من المواطنين اللي كيصيفوا يعني وكناش البلاد كنبغيو ما كناش حتى شي واخا دابا بلاتي هاد البيض اللي حنا بعدا اثمنا شحال جايبو اثمنا 28 جمله يعني اثمنا خيالي اسمع لي واه كمل هضرتك الناس كيسمعوا سماجي البيض طالع بزاف يعني 28 جمله باش طاب باش خالص اليوم يعني وما كاينش عليه الاقبال لا لا كلي ما عرفش كيقول لك هذه واش بلديه شفتي هاد البيض بهذه الطريقه هذه عطيه عطيه تهضر على الاخت باش تدوزي مش مول البيض دوع الغل على هاد البيض خلاه ما مش يلاه الله يعاونكم الله ماما الله يسخى لكم دابا هادي ما علاش كيبيع 32 ولكن راه قال لك هذا البيض قلنا شري شبعانه شبعانه برودوي كبير الله يحفظك 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 اسمح لي اسمح لي لا اسمح لي لا بغيت عاد نوصل الميساج دابا كاين اللي كيقول لي واش بلدي راه سقع هو سقع لي فهموا البيض راه حرام تسلجت لا لا الله يحفظك اسمح لي سي علاء وسي ما كاين ما كاين باش ما كاين باش بغينا دابا البيض شحال داير البيض دابا داير 28 28 جمله وعاش كمل اخويا شحال داير 28 جمله 32 32 32 لا رومي ما خدو حتى البلدي وقت الازمه ياخذوك الرومي طلعوا ياخذوا البلدي ياخذوك الرومي قال لك واش البلدي هذا راه ياخذ الرومي ما بغاش يشوفوا البلدي واخا تمر بيض دابا بغيت هاد الدريبه اللي درتيهم علاش انك تعطيني بيضه ماشي ما تقولوا يعني اللي عطيتك انا بيضه اخرى وتشوف ما غن كل كل اللي قتل لا عطي ما غنضربش ما غنضربش ما غنضربش لا لا غادي نوري ما غاديش قول يعني يعني ها انت يعني كتكون قاصحه لا رطبه الجلفه ديالها كتشدها كتهرس دغيا يعني الا كانت حمراء صحيحه زبالة يعني البيضة اصلا يعني ما كاينش مراقبة ونوصل واحد الميساج لما انا ما كنلتزم حتى شي حكم الله يخلينا سيدنا واخ النوش الله ياخذ فيك الحق اخ نينيش الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق واخا دابا انت اللي كتقول انت كتقول جبت البيض دابا هاد البيض انت عارفه الجودة ديالو ما مزيانش مزياناش ولكن هنا هذه هي الميساج اللي بغيت نوصل لك مراقبة ما كايناش الأول حاجة لا ماشي مشكل أنا نجيك الهضرة مراقبة ما كايناش هذه أول حاجة ثاني حاجة باش كيسكتوك باش كيسكتوك كيمشيو عند مول الكراسة ولا مول الحانوت خصك تمشيو لبلاصة تلقرو الجملة عارف شنو يدير المراقبة في الأثمنة وفي السلعة واش فاسدة ولا لا أجي نقول لك باش كتعرف البيضة ديال اليوم ولا قديمة ولا الا كانت خاسره كتبان كتمشي وتجي بحال ما كتبان ولا كانت جديده ديال نفس النهار كتكون ثقيله كتكون ثقيله البيضه يعني ما كتمشيش وتجي تقدر يكون عندك البيض ديال نفس النهار لا لا جديده صراحه قال من ناحيه جديد جديد وكاين الخاسر يعني كان واحد السيد البيض شنو عندكم عنده البيض خاسر
قسم لك فمي بالله عين عاديين وخلف ريشهم والله يتخاسر. انت شوف كنت تحمل المسؤوليه نقولك شو البلاصه السوق المنصور عند الطوموبيل والله العاديين. لا السوق المنصور ماشي حي المنصور، سوق المنصور حنا السوق اللي حنا مستشفى المنصور. دابا انت هذا البيض هذا قلتي ما هوش انا ما ناكلوش، ناكل حمراء الطوب ديال البيض ديال الحمراء. تبيعو ما تاكلوش؟ ما ناكلوش حيت عارفو ديال الشبان برودوي شبعان اللي باري الدجاج شبعان اللي باري. هذيك المريشه ب 160 ريال راه هي هذيك الشاربه انا فاهم. والزاد انت ملي كتجيبو 300 شحال كتبيعو؟ وانا كليان كياشي ما باغينهاش عباد الله. 300 بيضه فيها الكراه فيها وليدات فيها الضو فيها الماء يعني عايش ببركة الله سبحانه وتعالى. 300 بيضه راه كنكملها بزز معمره سيدي ب 8000 وشي شي 800 لا 7800 كتخاش حاجه خليك تخاي 40 درهم 45 درهم ما تفوتهاش. لا بيضه هذه اللي بنوصل الميساج يعني للشعب يعني مش مرة اخرى يعني ما بقاش تدخل. ماشي بالنسبة لها حيفي والله ما ناكلو. عندك هادي وعندك الدجاجة المريشة الحمراء. دابا انت كتقول لنا انهم يقاطعوا قاطعوا والو واخا انت كتبيعوا يعني اليوم بحال عندي رمضان. علاش رمضان؟ بالنسبة لحريفي لحد الدخون براسة كيطلع البيض. علاش كيطلع البيض؟ كاين اللي كيفطر به كاين اللي عاوتاني في الغدا كيديباني ليه مثلا كيحرح ليه بيضات ويعطيه ياكل وكيمشي مزرو. فهمتي هادشي علاش طلع؟ اما هو اللي كيتصدر هادشي علاش يعني. يعني دابا انتوما وليتوا كتعمروا البرودوي وما كتربحوا فيه؟ ما في والو نقول لكم المدخول ما كاينش والو. ما كاينش الربح والو. انا دابا كيفاش كنرقموا البيض مزيان البيض الخايبه؟ طوب ديال البيض ديال الحمراء شقفه حمراء جيل هادي ما حمراش يعني جيلك تكون في هاد اللون هذا وما تكونش مزلقه. فهمتي يعني جيل هاد اللون الحمراء كتسمى الحمراء. كل ما كانت ترابيه كل ما مزيانه. مزيانه. ملي كنلقاو بيض بحال هكا فاسح اللون ديالو. عرف زبالو ديال الشارفه. زبالو ديال الشارفه يعني. بيضه يعني بلا كما كنت هذا الشيء فيه الشارب وفيه ماشي. واخا دابا انت ملي كتاخذ البيض واش كتربح شي حاجه بهذا الشيء ولا صافي هاد الميناء؟ والله ما فيه مدخول يعني عايش ببركه الله سبحانه وتعالى يعني ربي ما كيخيبش. كتخرج بالله الصباح كتقول تكلت على كمونه ربي ما كيخيبش يعني 40 45 راه ما دايره والو فارقه الرفاقه. بلاطو بشحال كنبيع بلا بشحال مقيوم عليا ب 42 درهم. شحال كتبيعو انت؟ 30 32 31 يعني ما بغناش يعني كتشوف تتعيا ما كاينش اي اقبال كذا كذا والو يعني كيتصدر يعني البيض قليل هاد الايامات. هادشي علاش ماشي غير البيض ولا كلشي كيتصدر. خيز ولا 15 درهم يعني بزاف يعني بالنسبه للدجاج داير 420 22 درهم بزاف يعني. لا ابل مازوط يعني بالنسبه للبيض كيتصدر. انا نعطيك عام مثال باش تعرف اللي كيتصدر البيض قليل كيسخن عليه الحال كيهبط ما بقاش كيهبط. البيض ديال الثمن ديالو طالع بزاف لانه كاين المراحل انت البيض مكلف. غنعطيك مثال دابا الدواجي اللي غادي تجي الدواجي غتجيب غتلقح تكبر باش يعطوك المرحله الانتاجيه ديال البيض راه مكلفه راه نورمال صافي غادي تجي غاليه. حيت دابا انت كدير الدلازه كتكوتها دير لها التلقيح علفها علفها ياك وزيد المازور وزيد ماتت ليك دابا قلت لك كامل ولدات لك لا ما كيعندهم هاد هاد البيض نقلوا على الاسواق تلاقى معاك انت يبيع لك بيع لك كيدوز مع هاد الواحد 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 غادي يربح لا ما كاينش بالي عندهم مدخول عندهم دابا انا الدجاج عنده علاقه بالبيض بالبيض الدجاج غالي هذا البيض ولكن هذا باش نوصل واحد الميساج راه ماشي الدجاج ديال الدجاج الرومي هذا البيض هذا ديال الكروازيه الحمراء دابا الفيرما الفوار الدجاج البيض خاص الماكل الذبيحه هذا خاص ديال الكروازي باش غير علف ويجيب لك الكتكوت ويدير ديك المراحل الانتاج ديالها ما عندهم ايه عندهم ما مرقع ما ندير لها فاكسان لا والو يعني هو راه خاسر انسان بغض النظر على الدجاج الكروم ولا كروم ولا بنتين راه ما تعتبرش مشروع بحال داك اللي عنده في الدار كيطلق السيد بزاف ياكل في الدار قال لك لا وما كياكل لا نسمع عنده كما قلت عنده العالف عنده مازوط عنده ولكن لا الميساج بغا نواطي قاطعهم ما ياكلوش البيض يعني يكون قاطعوا 3 ايام 4 ايام غادي يرجع لبلاصته وما كنا ماشي وما كناش ما كان حتى شي حزب امي كناش الله كنبات كنبغيو الله يخلينا سيدنا وشوفوا الاستاذ اش غايقول الكلام. السلام عليكم. دابا الناس اي ناكل يعني دابا الناس الا ما كلوش البيض اش غياكل؟ دابا الدرويش كياكل البيض صح اذا ما كلاش البيض اش غياكل؟ ها هو البيض غالي اش فين غيمشي مسكين الدرويش؟
الدجاج غالي، اللحم غالي، مازوت غالي، ليسانس غالي، كل شيء غالي. هذا هو يعني الغلاء كاين على كلشي، على كل شيء الغلاء. والمازوت اللي دارت عندك، المازوت عندك، ليسانس اللي دارت، يعني كلشي كله عنده علاقه، كله عنده علاقه. والمواطن قول المواطن قول المواطن يحبسوا الطوموبيلات على ساعة، والله لا حبسوهم هذيك الساعة غتبان على ساعة، على ساعة يوقفوا كميوات الطوموبيلات، يوقفوا غير ساعة والله لا وقفوا لك. واخا شتي المازوط نعطيك، نعطيك واحد ماتي مازوط يديروا لي 1000 ريال ويركبوا على الطوموبيلات، يديروا لي 100 درهم اللتر والله تيركبوا عليه، 100 درهم اللتر يركبوا عليه. يعني تلعب غير انتم كمواطنين هذا هو المشكل. 100 درهم و 150 درهم اللتر ويركبوا عليه، يركبوا على الطوموبيلات. يعني بغض النظر الناس، هذا الشيء اللي كاين. المواطن راه احل فمه ساكت، هذا راه هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، وبقات القضيه غادا. السلام عليكم. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا كانت هذه اثمنه البيض، وشفنا شنو سبب ارتفاع الزياده في هذه الاثمنه هذه. نتلاقاو في الخير، السلام عليكم.